السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. بغيت نحضر معكم هاد الكيكه. دي فوا ما يكونش عندنا المقادير بزاف، بغيتي تحضري كيكه صغيره وجات في خاطرك وما عندكش المقادير، يلاه معايا ونشوفوا المقادير ديال هاد الكيكه. ان شاء الله تعجبك وفرجه ممتعه، وما تنسيليش البارطاج واللايك الله يحفظكم. يلاه خليتكم على خير، فرجه ممتعه سهلة وما فيهاش مقادير بزاف. وبغي بيضة واحدة، يعني هنا تحتاجي غير بيضة واحدة. عندك جوج كيسان صغار ديال اتاي ديال الفرينة، نص كاس ديال اتاي ديال الزيت، نص كاس ديال البرتقال معصرة، لان غتبغي نديرها بالنكهة ديال البرتقال. الا ما بغيتيش ديريها بنكهة البرتقال تقدري ديري غير نص كاس ما. عندي نص كاس ديال السكر، تا هو غير ديال اتاي، نص كاس سكر، الخميرة ياغورت ناتور، وهنايا المول اللي نحضر فيه. بغيتو ديروا اي مول، مهم ما يكونش كبير بزاف باش ما تجيكمش الكيبكه هابطه بزاف. هنا انا اختاريت هذا المول هذا. هنا غادي نبداو المقادير ديالنا. بسم الله على بركه الله. نديروا السكر وغادي نخدموا السكر ديالنا مزيان مع هاد البيضه ونرجع لكم. كتشوفوا البيض ديالنا خلطناه مزيان حتى داب مع داك الصفر ديال البيضه. غادي نزيدو الزيت ديالنا، نزيدو الياغورت، هيا نزيدو هاد النكهه ديال البرتقال. انا نموت على النكهات ديال البرتقال، كيعجبني بزاف. ونزيدو الماء ديالنا، البرتقال ديالنا، نخلطو هاد الخمره ديالنا مع الفرينه اللي عندنا، وغادي نبداو نحطو الفرينه غير بشويه بشويه ونخلطو. بسم الله، نزيد داكشي الفرينه اللي عندي. البنات بعد ما درت الزبده ودرت لافارين في المول ديالي، هنا غادي نكب الخليط ديالي في المول. كما قلت لكم اختاروا واحد المول يكون عندكم شويه صغير، ماشي كبير بزاف كما الكيكات العاديه. ها هي الكيكه وجدت لنا، غنخليوها تبرد ومن بعد نرجع لكم. ها هو هاد الناباج وجدنا. هنا درت هاد التشينه من الفوق بوغ ديكوري، بخي كل واحد ولو شوا دياله. هنا غادي نسقي هاد الكيكه ونولي لكم. هي الكيكه كما راكم تشوفوا سقيتها مزيان داك السيرو كيكه صغيره ماشي كبيره. فوالا نتمنى تعجبكم هاد الوصفه، ومتنساوش اللايك والبارطاج مع حبايبكم. نشوفكم على خير، نتمنى لكم السعادة والتوفيق. يلا السلام عليكم. السلام عليكم.